يعني كنتشرفوا جميع السلطات في المدينه ومعنا الامهات والاباء والاسره ديال التعليم اننا كنفتتحوا هذه المدرسه يعني اللي بهذا الحجم هذا، ولكن جميله جدا لان جات اننا غادي نهدوا الوليدات اللي كانوا كيقطعوا واحد المسافات كبيره، والليل كانوا جاوا عندنا مجموعه ديال الامهات باقي العقل على عقلتهم ياك، كانوا جاوا عندنا مجموعه ديال الامهات وكانوا طلبوا منا اننا دار واحد المدرسه لهذا على حسب، خصوصا كانوا هاد الوليدات ديال التحضيري وديال الاول وديال الثاني، والحمد لله يعني المديريه الاقليميه والسيد العامل والمبادره هادو مرابرين في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه يعني امتثلوا لهذه الرغبه هذه ونزولا عند هاد ديال الامهات. اذا اللي كنقول لكم نتوما هو القرايه صافي ان شاء الله، والاجتهاد وبر الوالدين والتعامل الحسن مع الاساتذه ومع المعلمين ديالنا انهم اللي كيسهروا علينا باش نكونوا ان شاء الله في احسن، راه ممكن البنيه تكون حتى هي قايده، ممكن الوليد يكون حتى هو ها هكا بحال هكا يعني، ولكن راه من دابا الدروج هو التحضيري وابتدائي الاول، وحنا طالعين حتى ان شاء الله ياك ولا لا؟ لا، ولكن هو المهم هو الاخلاق وهو الاجتهاد صافي؟ لا، في الدار ولا في المدرسه؟ لا يلا وشكرا.